انتشار واسع عرفه تطبيق أزار الذي يعد من أخطر البرامج التي يستعملها الجزائريون بغرض التسلية متجاهلين خصائصه التي تستغل في الجوسسة وابتزاز الفتيات خصوصا. تفاصيل هذا الموضوع عن هذا التطبيق الإلكتروني مع حمزة بن هويس. انتشر في الآونة الأخيرة استعمال واسع نظير لتطبيقات البث الحي أو المباشرة على الهواتف الذكية آزار، الذي يستعمله الكثير بغرض التسلية والمزاح، متناسين خبايا هذا التطبيق الذي ينتهك الحياة الخاصة، حيث أصبح قبلة للشباب والفتيات. هناك تطبيق آزار، هذا التطبيق هو أخطر تطبيق الذي دخل الآن العالم الإنترنتي، ورغم أنه غير مسموح به ولكن نسبة كبيرة من الجزائريين بدأوا يتعاملون به. أولا الرسالة الخطيرة اللي فيه هي رسالة تبث هذه الفيديوهات، يعني من خلالها تبث نوع من الفتنة ونوع من المعلومات الخاطئة، هي في نفس الوقت يعني ضبط الأماكن، يعني تجسس على الأماكن، حتى إن كنا لا نعرف الأماكن نعرفها عن طريق هذا التطبيق آزار، هي في نفس الوقت استفزاز للمشاهد. الأكبر من ذلك كله وقوع هذا النوع في يد الأطفال، حيث يتداولون استعماله وسط جهل الأولياء لمخاطر هذا التطبيق الذي أكدته دراسة أجنبية أنه يتضمن العديد من الخصائص التي تتيح تسجيل وجوسسة يستغلها البعض بغرض الاستفزاز. آزار جت شغل تكمل نفس المهام. Normalement, en tout cas, c'est à nos enfants. À nos enfants, bien sûr que les parents doivent être très vigilants. يعني كونوا يقيدين لهاد النوعية من qu'est-ce qu'on appelle ça le système. Pour moi, c'est un système. علاش c'est un système parce que c'est le système qui est détruit. في الجزائر دائما سب وشتم وتقاذفات وقبلة للباحثين عن فتيات تحت غطاء المتعة والتعارف، لتنتهي أغلبها بابتزازات والصور لا تحتاج إلى تعليق.